هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب، راح أحاول أحكي فيها عن جميع المواضيع العاطفية سواء لإلك وللشريك، وراح أتحدث كذلك عن العزاب، شو بخبئ المشاعر. راح أتحدث بالأخير عن كل ما يتعلق بالحياة العامة لإلك يا برج العقرب. أوكي، هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمري الطالع، وفي إمكانية أنه تكون قراءة عكسية. اوكي، بداية يا برج العقرب، عم شوفك عم تراقبه للشريك، عم تسكره لهذا الانسان بشدة بهذا الوقت، وعم تراقبه عن كثب. اوكي، ممكن عم تراقب كل شي عنه. اوكي، عم شوفك مترصد لهذا الانسان، عم شوف طاقتك انت عم تظهر، طاقة برج العقرب، عم شوفك بتحبه لهذا الانسان، هيك عم تطلع عندك طاقة انت يا برج العقرب. اما بالنسبة للشريك، فعم شوفه كتير هذا الانسان مغروم فيك، عم ينتظرك، بس كتير متألم على فراقك او بعدك عنه. للبعض ممكن يكون فراق، بعد البعض منكم ما يكون، بس في مشاكل حصلت بالعلاقة، لانه عم شوفك عم تراقبه، كذلك هو عم شوفه يتألم لبعدك عنه، او يتألم لشيء معين. يعني تقريبا رح تكون في فراق وفي بعدان، عشان في تذكر كتير طويل. دائما عم يتخيلك او عم يرسمك بخياله هذا الانسان، عم شوف في حب كتير كبير. هذا الانسان مغروم كذلك وبحبك، يعني يكن مشاعر ثابتة لإلك يا برج العقرب. عم شوف كذلك حتى مشاعرك تجاه هذا الإنسان لساتها زي ما هي، يعني لساتك عم تكن مشاعر طيبة لهذا الإنسان، يعني ما تغيرت مشاعرك تجاه هذا الإنسان. وعم شوفك عم تنتظره لهذا الشخص إنه يبعث لك مسج أو يحكي معك، بس ممكن أنت كأنه شايل بقلبك تجاهه. ممكن إذا حكي معك رح تنفجر تجاه هذا الإنسان، ممكن تعيط، ممكن تبكي، ممكن توصل لمراحل درامية كتير عالية. ليش بقى؟ عشان أنت تحملت على افتراقه أو لبعده عنك. أوكي، لأنه أنت كنت محتاجه بهذه الفترة وبتعد عنك، ممكن تنفجر بوجهه والمشاعر هيك تظهر، كل شيء مخبى عندك يا برج العقرب راح يظهر. انه برج العقرب من الابراج الكتومه جدا، وبرج العقرب ما بحب انه يبوح بحبه او بمشاعره تجاه الانسان الاخر، دائما يخفيها عنه، لانه بيخاف انه ينجرح يوما ما، وحدا يجيب له او يحكي عن الاشياء التي يشعر بها. اوكي، لهيك عم شوفك ممكن رح تنفجر تجاه هذا الانسان من مشاعرك. عم شوفه كذلك هو في حيرة من امره، بيقول احكي معه او لا احكي معه، ممكن اذا حكيت معه يردني، اذا ما حكيت معه خلص. يعني هو في حيرة من امره. اوكي، بحبك اكيد، بس مشاعره فيها لخبطة كتير كبيرة. اوكي، أوقات عم يحكي لحاله ممكن رجع هذه العلاقة ونمشي مع بعض، أو روح لحدا تاني، أحب حدا تاني. يعني الإنسان عنده يعني عنده confusion فكري. أوكي، بالنسبة لكل ما يتعلق بالنوايا، عم يشوفوا هذا الإنسان متخوف جدا من الخطوة إلى الأمام، عم يفكر فيك فقط، عم يرسمك بخياله، عم يعيش معك لحظات حلوة، بس لا، ما عم شوفه بالوقت الراهن قادر يعمل خطوة، بس عم يفكر هل برجع أو لا. أوكي، عم شوف في تفكير مطول بهذا الوقت. عم شوف كذلك أنت مشاعرك، يعني عم شوفك ممكن من الأشخاص اللي عامل توازن بحياتك، ممكن عم تشتغل وبذات الوقت بدك هذا الإنسان. ليش بقى؟ لأنه برج العقرب شخص وفي، إذا حب يحب من قلبه، بس بضل مع الشريك لمدة طويلة، ما بحب إنه يغير إنسان
هو من الأبراج الفيكسد أو الثابتة، بحب إنه يضل على إشي واحد. أوكي، بشوف على إنه ممكن بشهر معي إنه يقدم لك كأس الحب. ممكن حبه الكبير لإلك ما يستطيع يقاومه ويجي لعندك ويطلب السماح منك، وغالبا هذا اللي رح يحصل، لأنه خطوته القادمة عم شوفها في يعني رح يبعث مسج، رح يحكيك، في رسائل ستبعث لإلك، رح يقدم لك كأس الحب ويحكي لك عن مشاعره الكثير قوية تجاهك. عم شوفك حتى أنت مليت أنه تكون لحالك، بدك هذا الشريك يكون حدك، أنه تكملوا حياتكم مع بعض. في حنين يا برج العقرب، العلاقة جيدة لا أنكر، في حنين وفي حب متبادل، بس عم شوف على انه مستقبل علاقة مرهون باشتغالكم عليها. اذا اشتغلتوا عليها ممكن تنجح، اذا ما اشتغلتوا عليها وصار في كبر وصار في يعني كل واحد عم عنده ايجو كتير عالي، ممكن تفشل العلاقة، بس العلاقة مستقبلها مرهون بكل ما هو حاضر. اوكي، عم شوف كذلك على انه بيقول لك امن بالمستحيل، لازم تامن باشياء حتى لو ما كانت حقيقية امن فيها. امن بحبكم لبعض، امن انه هذا الانسان صادق وما بيكذب عليك. اوكي، امن بكتير اشياء يا برج العقرب. عم شوف كذلك على انه في confusion، هيدا اللي عم يطلع لي، على انه في حيره، حيره من امري. هذا الانسان بيشعر مشاعر تجاهك كتير قويه، بس مو قادر يعني يعمل خطوه، وخايف ومتخوف، لهيك عنده ضبابيه، ما عم يشوف الصوره الحقيقيه. اوكي، عم شوف كذلك على انه سبب المشاكل بيناتكم على انه ما ضل في انجذاب كتير عالي. اشتغل على هذه الخصلة، انه يصير انجذاب، يكون في كامستري، يكون في كامستري يخليكم تنجذبوا لبعض. اوكي، برج العقرب معروف عنه انه كتير جذاب، بس لازم تستغل هذه الفرصة، لانه هذا الانسان كأنه العلاقة فقدت هيدي الروح اللي بتخليك انه ما فيني اعيش من دون هذا الانسان. اوكي، بتخليك انت متلهف باي فرصة انه احكي معه، انه يبعث لي مسج، بتلاقي الشخص الاخر ما قادر يعني دقيقة يبعد عنك. يعني هيدي الخصلة فقدتوها انتو بالعلاقة، حاول تشتغل عليها وتعززها عشان تنجح العلاقة. اوكي، عم شوف كذلك للناس العزاب، عم شوف على انه في بداية جديدة مع شخص، ممكن يكون ابراج ترابية او مائية او نارية. هذا الانسان جاي وجاي عن قريب ومتسرع جدا، وممكن يكون هذا الانسان يجيك عن من طرف عائلي، ممكن حدا عم يعني من طرف أصدقائك أو من طرف العائلة تتعرف عليه. هذا الإنسان ممكن كأنه له مدة وهو عم يراقبك هذا الشخص، وعنده لهفة إنه يلتقي معك. أوكي، عم شوفه كذلك هذا الإنسان ممكن يكون برج الأسد أو برج السرطان، بس عم شوفه هذا الإنسان دائم يعني ممكن كان معجب من بعيد، وكان عم يقاوم مشاعره تجاهك، دائما كان عم يقاومها، وكان في صراع داخلي على انه بدي احصل على هذا الشخص، بس يعني كيف اوصل لقلبه، كيف اوصل لقلبه. ممكن تعطيه فرصة يا برج العقرب، لانه ممكن في بداية، عم شوف في بداية لقلكم، رح يخليكم هذه البداية تحصلوا على سعادة. اوكي، بالنسبة للطاقات عامة، عم شوف برج الحمل، عم شوف برج الاسد، عم شوف السرطان والاسد، اسد ثور، عم شوف كذلك تقريبا هذه الطاقات اللي عم تطلع. اوكي، تقريبا هيدا كلياتها، بس يغلب على هذه القراءة الأبراج النارية والمائية.
الترابي كذلك يغلب عليها، الهوائي ما بشوفه كتير بهذه القراءة. بس هذا كل شيء عم يطلع بهذه القراءة. رح أحاول أحكي عن الموضوع يعني العام. عم شوف في عزومات بهذا الشهر، عم شوف كذلك على أنه ممكن يكون في سفر، ممكن يكون كذلك حتى في عم شوفك كتير سوشيال يعني اجتماعي بهذا الوقت، عم تحكي مع ناس، عم تسافر، عم تبعت مسجات، في تهنئة، في سعادة، ممكن يكون في حفلة بالبيت. عم شوف يعني الجو العام بشهر ماي، يعني بشوف الجو العام بشهر ماي يغلب علي السعادة والفرح واللمة والجمعة. اوكي الجمعة بالبيت رح تكون، وكذلك عم شوفك تتجه الى كل ما هو روحاني، العبادات والتقرب الى الاله وممارسات الدينية. عم شوفك عم تتجه الى هذه المواضيع، كتير أشياء عم شوفك كذلك حتى تترقب، وعم تتمنى وعم تدعي الله لكتير أشياء عم تحلم فيها. عم شوف هذا الشهر يغلب علي الزيارات العائلية، وممكن حتى ممكن حتى إذا ما كانت زيارات عائلية، ممكن أنتوا بالبيت هيك لمتكم حلوة وقاعدين مرتاحين وكذا هيك يعني. وعم شوف حتى العبادات عم تقوى عندك بهذا الشهر. هيدا كل شي بيطلع لبرج العقرب. بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.